يا هلا ويا مرحبا فيكم في حلقة جديدة معنا في هذه القناة، واليوم راح نتكلم عن معرض نام المختص بالأجهزة والبرامج اللي لها علاقة بالموسيقى وتكنولوجيا الموسيقى. قبل ما نبتدي الحلقة موصيكم زر اللايك والاشتراك في القناة ومشاركتها مع الناس اللي تحبونها عشان نقدر نوصل إلى أكبر مجموعة ممكنة من الناس. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن مجموعة من الأشياء اللي شدت انتباهي في معرض نام هاي السنة. طبعا هاي السنة ما صار المعرض بسبب الأوضاع اللي في العالم، ولكن في منه نسخة ديجيتال وكان اسمها Believe in Music. فعدد من الشركات وعدد من هم الناس المختصين في هاي المجال اتجهوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي واللايف برودكاست عساس انهم يعرضون المنتجات الجديدة من الشركات اللي مشاركة في هاي المعرض. بحكم شغلي في كذا شغلة شدت انتباهي في كذا فئة، فئة سينثسايزر، فئة الساوند لابريز، فئة الأكوستيك تريتمنت، فئة البرامج نفسها السوفتوير اللي موجودة الجديدة. فراح نتكلم بشكل سريع اليوم عن هاي المنتجات، ونبتدي بأول منتج فيهم واللي هو من شركة كورغ. هو عبارة عن سينثسايزر اسمه اللي هو ARP 2600M، وهو عبارة عن نسخة مصغرة من السينثسايزر الأصلي اللي كان طالع في السبعينات. هاي أوريدي أصلاً كان موجود من زمان، بس هم طبعاً طوروه وخلوه يشتغل على الـ USB وطوروا فيه بعض الفيتشرز. حتى شكله وحجمه صغروا تقريباً بنسبة 60% من حجم الجهاز الأصلي. حتى السعر على فكرة، سعر الجهاز الأصلي كان تقريبا في حدود $6,000 أو $7,000. هاي لحين ما طلعوا السعر ماله، بس يقولون إنه بيكون في يعني سعره أقل من $2,000. نسمع مع بعض الديمو مال الجهاز. أنا ترى ذبحت السينثسايزرز فجدا استهنست يوم شفت هاي الجهاز. ننتقل الآن إلى الجهاز الثاني اللي أيضا من شركة كورغ اللي نزلوا في هاي المعرض، اللي هو الويف ستيت. الويف ستيت هو عبارة عن كيبورد صغير، سينثسايزر مع الكيبورد، أعتقد 37 كيز، ويعطينا 64 ستيريو فويسز. نشوف مع بعض السامبل أو اللي هو الديمو مال الجهاز نفسه. تحس يعني الأصوات اللي يعطيها هاي السينثسايزر تحسها كذي أصوات خشنة. فجدا جدا جهاز حلو، وإن شاء الله يصير في مجال نيبل استوديو على أساس إن إحنا نقدر نسوي عليه ريفيو. أيضا شركة كورغ نزلت سينثسايزر من نوع ثالث اللي هو اسمه المود ويف، مود ويف تيبل، ويف تيبل سينثسايزر. هاي الكيبورد والسينثسايزر بعد 37 كيز، ويعطينا 32 voices و 4 band master EQ. نسمع مع بعض الديمو مال هاي سينثسايزر. We'll be right back.
صوت ضخم الصراحة، وتحس ان جو الايتيز عاطلنا كذي. كورك جدا جدا فنانين في انهم ينتجون سينثسايزرز من سنين، فمثل ما يقولون you can't go wrong with كورك. ننتقل الآن إلى الفئة الأخرى اللي هي فئة الأوديو لايبريز، ونشوف هاي السنة أن شركة سبيتفاير، شركة أيضا جدا معروفة في إنتاجها للساوند لايبريز، أطلقت بندلة جديدة اسمها Contemporary Drama Toolkit. هاي عبارة عن كل التولز اللي تحتاجها على أساس أنك أنت تسوي مقاطع صوتية درامية. الماركتينج مالهم يقول less theory more feeling، فهما المفروض انهم سهلوا عملية توزيعك للآلات او تركيبك للآلات مع بعضها البعض على اساس انك انت تقدر تحصل على هاي الصوت الدرامي. نسمع مع بعض الديمو مالهم مال هاي البندلة. شغل عدل صراحة. أجين أتمنى أن أحصل هاي نسخة من هاي البندلة عشان أقدر أسوي عليها فول ريفيو لما يصير في مجال. ننتقل الحين إلى شركة اسمها سينكرو أرتس، ونزلت هي برنامج اسمه ريفويس برو. هاي البرنامج هو عبارة عن يعني حسب كلامهم هما أنه هو تول يساعد على تركيب أو سوي الفويس ماتشنج. فإذا عندك كذا تراك من كذا نوع يقدر يسوي لك ياهم متشابهين مع بعض، أو إنه اتماتشز السيجنال ويا سيجنال ثانية. ممكن إنه تكون فويس، ممكن إنه يكون أوديو أحد يعزف مثلا، ممكن إنه يكون يشتغل حق يعني مفيد أيضا حق اللي هو الديالوج أو الفيلد ريكوردينج. ف يقولون يعني ان هاي يستخدم AI معين عشان انه هو يسوي ماتشنج ويسوي كلونينج حق مو بس حق الصوت بس حتى حق البرفورمانس نفسه. ف البروميس مال هاي السوفتوير جدا جدا حلو. اجين ما قدرت الحين اسوي عليه ريفيو لانه ما تو الحين تو ريسنتلي طالع السوفتوير، بس ان شاء الله بنحاول ان نقدر نحصل كوبي على البرنامج هاي عشان نقدر نسوي عليه فول ريفيو ونشوف شلون نقدر نستخدمه في مجال مثلا اللي هو الفويس اوفر مثلا او حتى الموسيقى. فتابعونا عشان ان احنا نقدر نسوي ريفيو على هاي الاجهزه وهاي البرامج ونخلي الفايده تعم على اكبر مجموعه ممكنه. اخر شيء لاحظته في المعرض انهم مسوين انترودوس، ولا مو آخر شيء، شيء قبل الأخير، إنهما they introduced شيء اسمه portable vocal booth. هاي portable vocal booth هي عبارة عن مثل ما أنتوا شايفين هنا، يعني vocal booth كاملة ولكن متنقلة، فتقدر إنك أنت تستخدمها وتحركها من مكان لمكان. والطريقة يعني اللي مسوينا فيها صراحة طريقة جدا مبتكرة. ممكن إنها تتركب على الديسك مثل ما أنتوا شايفين هنا، بس يعني صراحة أحسها بلكي وعلى فكرة سعرها ترى غالي. ها يعني يوم شفت البرايسينج مالها كان تقريبا في حدود 1500 باوند 1600 باوند، غير الشحن طبعا. فأنت ناوي تشحنها بعد هاي يمكن بعد يعني another مثلا $1000 ولا شيء. بس فكرتها جدا مبتكرة وحلوة، وعلى حسب الدراسات اللي حاطينها هم في الموقع عندهم تبين ان الكواليتي مالها جدا عالي. فيستخدمونها مثل ما انتم شايفين هني مو بس حق الفوكلز، يستخدمونها حتى
حق اللي هو الجيتار أمبس. فإذا كنت قاعد تدور على فوكال بوث ما أعتقد أنصحك إنك تأخذ هذه لأنه it's too pricey، سعرها وايد غالي، خاصة إذا إحنا في ال في ال في الشرق الأوسط، يعني إذا حابين نطلبهم الشيبينج يكون دائما غالي يعني. ف في طرق ثانية ترى، إذا تبي تسوي لك ساوند بروفينج في طرق ثانية، تواصلوا معي على أساس إنه خبركم شنو هذه الطرق الأخرى اللي تساعدكم على إنكم تسوون proper acoustic treatment عندكم في الغرفة. آخر شيء راح نتكلم فيه في حلقتنا اليوم هي لغة يقولون إن هي ممكن إن هي راح تحل محل اللغة المستخدمة حاليا في كتابة وإنتاج البرامج الصوتية، اللي هي حاليا إحنا يستخدمون C++. فجوليان ستورر اللي هو سوى مثل برامج التراكشن، هو هاي نفس الشخص اخترع هذه اللغة وخبر، طبعا اخترعها كان من فترة من 2018 أو من 2016 حتى، بس في هاي السنة أعلن أن version 1.0 موجود حق البرودكشن، فحين الشركات ممكن أنها تستخدم هذه اللغة في إنتاج البرامج الصوتية الجديدة. فما أدري هل اللغة راح تحل محل الطريقة المعتادة في إنشاء البرامج ولا لا، لأن الـ C++ هي يعني بتحتاج عادة ما تحتاج أجهزة قوية عشان إنها تشغلها. وجوليان يقول إن هاي اللغة ما راح تستخدم أو ما راح تحتاج الطاقة هذه كلها حق تشغيل برامج، مما يعني إن البرامج راح تكون أسرع، ما راح تخترب أو ما راح يصير لها كراش يعني بشكل كثير. هاي بالنسبة إلى الأجهزة اللي شفتها هاي السنة في معرض نام. إن شاء الله الأمور تصير أحسن السنة القادمة والناس تقدر تسافر بحرية أكثر ونروح ونشوف هاي المعرض فيزيكلي. أنا صراحة أنت هناك الأجهزة قدامك كلش غير عن موضوع أنك أنت تشوفها أونلاين. شو رأيكم في الحلقة؟ إذا كان عندكم أي تعليقات أو إذا حابين تتكلمون عن أي واحد من هاي الأجهزة اكتبوا لي تحت في التعليقات، ولا تنسون تعطونا زر اللايك اللطيف وتشاركون هاي الحلقة مع كل الناس اللي تحبونهم عشان نقدر نوزع هذه المعرفة ونخلي أكبر مجموعة من الناس تستفيد بالقدر الممكن. أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة، وإن شاء الله أشوفكم في حلقة قادمة.